هيا سبع القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها ويتلوها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فاضلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ والمقيم بمركز ومدينة السلسلية ندعو الله له بالتوفيق وحسن التلاوة ولنا ولكم حسن الاستماع إن الله ولي ذلك وهو القادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إليه مرجعكم
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة No!
تدعونه تضرعا وخفيا أرجلكم
يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير ولا تقعد بعد
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت وذر وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ ولا يضرون
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. وأن أقيموا الصلاة واتقوا. وهو الذي إليه تحشرون. وأن أقيموا الصلاة ونرد على أعقابنا
بعد إن أبى الله. الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى دينا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله فيما قلت. وهكذا فالإيمان والإسلام. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها ورتلها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فاضلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ والمقيم بمركز ومدينة سرس الليل. وكان معكم وبتوفيق من عند الله هندسة صوتية أنوار كهربية قصر من قصور الفراشة المتنقلة. تطلب توبة من إدارة أولاد عامر بهيت لصاحبها المتوكل على الله علاء رمضان عامر بإدارة الباش مهندس هاني رمضان عامر. أيها الأخوة المعزون، تقبل الله عزاءكم جميعا.